طب انا عندي اولادي بيشتغلوا، يعني هم شبان وبيشتغلوا، انا اطلع عليهم زكاة فطر ولا هم يزكوا على انفسهم؟ يزكون عن انفسهم. ماشي، بارك الله فيك يا شيخنا، يعني اسالك وبعدين ما الدعاء جاتش يعني، على، ربنا يفك عفوا كربتي. عفوا، ما جاتش على 3 كيلو رز تختلفوا فيها. معلش معلش يا شيخ.